تسجيلات الرمال، خيارك الأمثل لتسجيل وتصوير مناسباتك. أول كلامي بصلي عالنبي الهادي محمد ياللي عليه النور بزيادة. لولا المحبة على القدام ما جينا ولا دعسنا أراضيكم برجلينا. جماعة بعد الصلاة على النبي كلنا صف واحد، والوسط قديش بننتظر الوسط يكون فاضي. الوسط ركز على الوسط نظم الصف. ايوه
مركزك فيها فيها ابو ربيع ولعوها. الله 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 الله. ايه ايه يلا ابرم ابرم. الله انا شايفه سبع الله. الله الله الله. نطمح لكم الفلوس نطمح لكم نطمح لكم. ايوه اول كلامي بذكر الله متوكل على الرب العالي.
ويا اياد اليوم عيدك يا اياد ويا اياد اليوم عيدك يا اياد هاجم معين وجيت تغني الكلام يا مرحبا ويا متهلا بكل الكرام ويا اياد اليوم عيدك يا اياد ويا عبود بشرى عيدك يا عبود عليهم 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 يعني اياد اليوم وعبود السنه الجاي حضر حالك يا ابو اياد عبود السنه الجاي اللي جاي فاهم معاي معاي اوعى النغم البداوي يقول الصلاة على النبي يا متهلا ويا مرحبا وهذا الفرحة موجبك يا متهلا ويا مرحبا وهذا الفرحة موجبك وجينا نبارك ونهني اليوم الفرحة لإياد الله يا صلاة على النبي يا صلاة على النبي وعشق النبي صلوا عليه مشطوبي عليهم عاشوا 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 الله تحيهم هلا بكيري وهلكيري يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا
عليهم 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 ابو يا دكتور يا حبيبي معلوم
عدنان تحية كبيرة لأبو إياد وللعريس الله تحيهم بالرماح وبالسيوف هنا لباس العباية ما نرضى لبس الشفوف الله يا رجالك يا ابو ايادي انت بالكرم معروف
تلتحي ولا يهمك تضيع ما قط ودمك. عاشوا الشباب عاشوا.